مساكم الله بالخير والعافية، رحب بكم أجمل ترحيب. حلقة جديدة من برنامج المهمة. اليوم المهمة تختلف وخصوصا بالمضمون، العنف الأسري، عنوان بين الحين والآخر يتصدر حديث الشارع والمواقع الافتراضية. أول ما تسمع بهذا العنوان يتبادر إلى ذهنك بأن الضحية امرأة أو طفل. انسى كل هذا الكلام وركز وياي بهذه الحلقة. ليش؟ لأن بهذه الحلقة المعنف هو الرجل والجانية هي الزوجة. هذا اللي أكدته محاكم أقليم كردستان، وتعودنا كل مشوار نبدأ بلغة الأرقام. من 2014 لغاية هذا اليوم سجلت محافظات الأقليم أكثر من 5000 شكوى من الرجال الذين يدعون بأنهم معنفين من زوجاتهم. وخلال هذه الفترة 48 رجل قتلوا على يد زوجاتهم. وهذا مو كافي، بل وصل الحال إلى الانتحار، حيث 636 رجل أقدموا على الانتحار بسبب العنف الأسري، ربما أسباب أخرى. أما أرقام شكاوى الخيانة الزوجية وحرمان الرجل من رؤية أطفاله والاستيلاء على الراتب، حدث ولا حرج. وأخيرا قانون الأحوال الشخصية في الأقليم رقم 188 لسنة 1959 يعاقب الزوج بالسجن إذا تزوج امرأة ثانية، رغم ماكو أي نص قانوني صريح يمنع تعدد الزوجات. وبعد كل اللي سمعتوه متابعينا الأحبة، خلونا نتوكل على الله ونروح لإقليم كردستان ونتعرف على تفاصيل هواية. داخل هذا البيت المتواضع آلاف القصص اللي تتحدث عن سطوة النساء وضعف الرجال. اتحاد رجال كردستان، هذه المنظمة ربما الوحيدة بكل العراق المعنية بالرجال، المختصة بالدفاع عن حقوق الرجال وخصوصا المعنفين من قبل زوجاتهم. راح ندخل داخل هذه المنظمة ونتعرف على أكثر من قصة وعن الأرقام والإحصائيات المدونة. أبو يان، العراق ماكو يعني من إجاء العراق يعني انفتح عليهم، تعرفون النت يعني والفيس وهاي كل أدى هذا إلى نوع من الحرية. كل سنة يعني أكو تقارير يعني مسجل القضايا والشكاوي لذول اللي يشتكون. أكو كان اختلاف بين الأقليم كردستان والمحافظات العراق على بعض القضايا. برلمان كردستان يعني أصدر نوع من القرارات يعني على صالح خاصة يعني النساء، فعلى هاي النسوان يعني راحوا يعني شوية نوع من الحرية. من شاهدنا كثرة الشكاوي والعنف بالكردستان، فكرنا بأنه نأسس فد منظمة يعني على ذور الرجال اللي يسوون ضدهم العنف، يعني ذول المرأة يسوي ضد العنف ضد الرجل، ففكرنا نسوي هاي المنظمة. في تاريخ 27/3/2007 فكرنا بأنه نسوي هاي المنظمة للتوعية للرجال، يجون يقول يا با هيك وهيك انت تسوون ويا نسائكم وعاشروهن بالمعروف. واكو اشياء هو احنا هنا هاي بداية، احنا بدلنا ببرلمان العراق صدرنا بعض القرارات عندما مثلا فد واحد عنده طفل او طفلين، يعني هاي المرأة ما يخلي تشوفه ابد ما يخلي، فاحنا هاي القرارات بدلنا وحاولنا. اكو قسم منهم سنتين
ما يقدر يشوف. باوك هي صار بوصار من عرقش نديو ما نقال نفقش دي أبرا. العم أوميد أبو كوفان واحد من آلاف الأشخاص في إقليم كردستان المعنفين من قبل زوجاتهم، قصته مؤلمة جدا، راح يتحدث لعدسة المهمة. شلونك عمو؟ اليوم زين الحمد لله. الحمد لله. أنت يعني تعرضت للإهانة للتعذيب من قبل زوجتك؟ قبل زوجتي يتعارض وياي بالله شفت من الطابوك. زوجتك بالطابوك؟ بالطابوك، وانا جرحتني رجلي. هسه هاي مره بالطابوك تعرفت؟ ايه. مره بعد بيرنش مره بالبشيش، بس مو هو ابن ايه. ويا صاف ويا امه ايه. ابنك بالشيش؟ ايه بالشيش يعني بظهرك. وهم بس كذا بالاستثمار بالسكينة؟ ايه هذا بالضربك بالسكينة. ليش؟ على مود يعني هم يريد أنا أقبل هاي قضية. يا قضية؟ قضية ما البنات. ما البنات؟ يعني أيه يتعارض يتحرش ويا ابني. ابنك يتحرش بالبنات وأنت كنت تقبل؟ أنا ما أقبل. أنت ما تقبل؟ لا. الله أنت شقد عمرك؟ 67 سنة قلت لي؟ 67 مالي 55. بيا سنة طردوك من البيت؟ 24/8/2015. حافظ حتى التاريخ؟ هو بيتك كان؟ بيتي بالبخرجو. هو بيتك واخذوه منك؟ هو يأخذ بيتي إيه. يوم قدام حاكم يحضر قال هذا الحوش فلوسي مال أرجع فلوسي. وهو أنت مشتري بفلوسك حلالك؟ إيه والله 10 دفاتر. مشتري بعشر دفاتر؟ لا لا اشتري بعشر دفاتر منك حلالك؟ ايه حلالي بالقرآن. بالقرآن ايه. وبعدين يم الحاكم هو هي قسمة انه حلفت بالقرآن انه هذا بيتي واخذوه منك. ايه والله. وطردوك؟ طردوا ايه. يعني شنو تتعرض للإهانة من زوجتك بالكلام شنو؟ ايه بالكلام يعني يحكي موزن وياي يعني حساية ماله مو مال أوادو. حكي وياك مو ماله أوادو؟ لا والله. يحكي مو زين. وأنت ما تقدر تجاوبها، ما تقدر ترد عليها لو بس أنا يستحي. الله. أنت تستحي ترد عليها؟ استحي يعني أضرب يعني. أنت كنت تحبهم يعني بزوجتك؟ إي والله. هي ما كانت تبادلك نفس المشاعر، تحبك تحافظ على بيتك لو ما تحبك؟ لا أبد؟ لا. ما قعدت حكيت وياها؟ بل حكيت وياها، قاعد وياها، حكيت وياها، بس هو ما يخبر. قال هاي بيتي مو بيتي. راح اشتكي، أنا راح اشتكي بالإمام الحاكم، هو تقريبا 3 سنوات بالمحكمة هاي قضيته. راوتني صورة بالتليفون قبل شوية قبل الطرد. ابنك شايل بطل بنزين وجاي يرد يحرقك. هذا بيده بطل بنزين. اي شوف هاي تفاصيل اجت تاريخ 5/5/2018 قبل 4 سنوات. اجى يرد يحرقك؟ ها؟ اجى يرد يحرقك؟ اي ليش؟ اي على مود يعني انا ما قبلت. انت ما قبلت انه ابنك يتحرش ببنات الناس؟ ايه. فجاب البطل ويرد يحرقك. طلع لي هالصوره، جيب هاي الصوره. هذا ابنه بالصوره، ممكن ما واضحه تليفونه، صوره قديمه. جايب بطل البنزين يريد يحرق ابوه. يعني تخيل. زين انت معقوله اكو ابن هيك يجيب بطل البنزين يريد يحرق ابوه؟ انت شو مسوي له؟ سويت له؟ انت مأذيه؟ بس أنا يعني ما أقبل. بس ما تقبل؟ بس إيه على مود
زين انت ما تقدر ترد علي شيء؟ لا هو انا ما اقدر يعني ويا تتعارك ما اقدر. هو رياضي. هو رياضي وانت رجال كبير. ما انا رجال كبير ما اقدر. يتجاوز عليك هو يضربه؟ اي هو ضرب علي اي حتى خشمي كسر خشمه؟ اي طبعا بنت. زين هسه انت ذولا تتذكرهم مرتك وذولا ولدك تتذكرهم ذولا؟ لا انا بحياتي ما اريد هذا بحياتي. حياتك لا ما اريد. ما تريد؟ لا. تتذكر اللي سواه وياك؟ بالمحكمه شفت هذا مو ابني يم الحاكم. تبريت منه؟ يم الحاكم. يم الحاكم تبريت منه؟ اي قلت له ما اريد هذا ولد هذا مو ابني مو ابني مو ابني. صحيح يم الحاكم. تبريت منه؟ اي والله. لا لا وهي زوجتك هي اللي طلقتك مو انت اللي طلقتها مو؟ زوجتي تقريبا 2019 طلقت. هي طلقتها؟ اي حاولت وياها قلت لها لا لا طب كم مره حاولت بس ما يقبل. ابو كوفان يعني كل شيء ما حصل من هاي الدنيا. زوجته اللي كان يتمنى ان تكون هذه الزوجه الصالحه يعني تعرض للاهانه منها اكثر من مره، تعرض للتعذيب من ابنه بالسكينه، ضربه بالسكينه، جايب بطل البنزينيه يريد يحرقه، كاسر له خشمه، معذبه وما يقدر رجال كبير بالعمر. يقولوا انا هم تبريت من عنده. ومحاول انه يرجع لها اكثر من مره لكن للاسف، وهذا الرجل يعني اولا ضعيف ومسكين لا حول ولا قوه. رحب بالدكتور حسين. يا اهلا وسهلا. اعتداء الزوجات على ازواجهم حالات ام ظاهره؟ صاير ظاهره. ظاهره؟ اي. كثره هذه الحالات؟ كثره هذه الحالات. يوميا نعم. المنظمه تسجل؟ طبعا. يوميا؟ نعم. زين اهم الاسباب دكتور اهم الاسباب وجهه نظرك؟ اي طبعا حريه زايده. حريه زايده. اي وغلاء المعيشه. غلاء المعيشه. وكثره طلب الزوجات. ها كثر طلب الزوجات. متطلبات ها اللي ما يتحمل الزوج. خبص صايره بالالاف يعني الاف فانت اللي مشاهده واللي تعرف من القصص هوايه صحيح؟ فانت انطيتهن هذه الاسباب اللي ذكرتهن الثلاثه. نعم. وهسه اثنيناتهم يعني متندمين. طبعا من تنتهي العلاقه الزوجيه بخلاف ونوصلون لمرحله الطلاق بالتالي خسرانين وبيناتهم اولاد. صح. يبدو أن آلاف النساء في هذا المجتمع مارسوا كل أنواع العنف والإساءة ضد أزواجهم حتى وصل الحال أنه تكون هذه الحدائق والأماكن العامة مأوى لكبار السن وللكثير من الرجال المعنفين. أي بهذه الحديقة يعني قدرنا نوصل إلى شخص كاك جلال اللي عمره 71 سنة مبدئيا رفض أنه يتحدث عن حالته عن حياته الزوجية لكن راح نحاول أن نقنعه يسولف بعض التفاصيل. خليكم يا أنا. شنو اللي صار لك بحياتك الزوجية؟ يعني اولا هي كان تكذب تكذب عليك؟ اي مرات اي بالحج. ثاني شيء لسانها يعني بالكردي نقول دمور يعني مسموم لسانها مسموم مسموم. اي
وثاني شيء يعني تتجاوز عليك؟ اي تقريبا. وثالث شيء انا شلت مثقف، ما عندي قناعه بالعنف. ما عندك قناعه؟ ما عندي قناعه، بس اقول اذا ما تولمنا ننفصل احسن من اضربها وابصها لا ماكو بصدر. اقدر اقرر قراري. ايش قد دامت حياتكم الزوجيه؟ سنتين. سنتين؟ اي والله. ما قدرت تتحملها اكثر؟ لا 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 والله، هاي كتجربه، كل شيء تجربه. يعني الاسباب اللي ذكرتها اولا تكذب عليك كانت؟ اي. وثانيا تجاوزات؟ اي لفظيه. لفظيه. واللي انا شيء اريد هو بالعكس، هي بالعكس تسوي. يعني كانت تريد تفرض سيطرتها؟ سيطرتها، وانا ما كنت اقبل منها، كنت احاول اصلحها واتفاهم وياها، ما كان هي تتفاهم. بعدين انا قررت قلت ننفصل. توصف هاي حياتك الزوجيه اللي عشتها سنتين. والله ما اعتبرها، مثل ام كلثوم قال عمري ضايع يحسبونه زاي علي. وهاي السنتين ما اعتبرها حياه زوجيه. كانت قاسيه هاي السنتين عليك كشخص؟ اي طبعا اي طبعا 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 طبعا. إيه؟ اخذت من عمرك هوايه. شوف اذا واحد يتزوج ايه يعزم اصدقائه على عمود الفرح. صح. عقد قران. ايه. انا من انفصلت طلقت من انفصلت من محكمه ايه؟ الشرعيه من طلع طلعنا من طلعت ايه كان وياي ابن خالي وابن خالي الاخ رحت عزمهم كفرح. انت فرحت من اي والله عزم عزمهم قوزي قوزي شريت لهم قوزي على حسابي. يقول لك كاك جلال يقول لك اللي يتزوج يعزم اصدقائه اقربائه يفرح. يقول لك انا من انفصلنا فرحت. اي معناته فرحه كبيره. ها طلعت من السجن. طلعت من السجن؟ سجن الزوجيه. لا اي سجن الزوجيه. عزمتهم على قوزي؟ اي والله عزمتهم. اي والله على قوزي. اي والله اي والله. ها يوم جديد بدا من حياتي. يوم جديد. يوم جديد بدا بحياتك من بعد ما انفصلت؟ اي بعد ما انفصلت. بس هل قد كانت خانقتك؟ اي طبعا طبعا طبعا. احنا قلنا بالحلقة انه مختلف انواع العنف والاضطهاد والاساءة مورسة ضد الرجل في هذا المجتمع من نسائهم. هنا الحالة انت شنو موضوعك؟ خيانة؟ خيانة زوجية. خيانة زوجتك خانت؟ نعم سويتها خيانة زوجية. ويا شخص؟ نعم ويا واحد شخص بالبيت. بيتك؟ نعم انا كنت بالبيت شفتها ويا واحد رجال. سلمتهم للشرطة انت؟ نعم. لزمتهم سلمتهم نعم. للشرطة؟ نعم سديت يده رجله عيونه انطاق على الشرطة. انت كنت متوقع زوجتك تخونك لو؟ لا ما توقع. لا ما متوقع؟ ما توقع بس انصدمت يعني؟ نعم بس ناس بالوراء يحشون علي يقول هذا مرة بي سويتها وانا سويتها خيانة على نفسي مو زين. على نفسيتك تأثرت؟ لحيل. ناس ما اقدر يبقى بهذا المحافظه. ما اقدر وين اروح؟ يعني ناس يحكون بالوراء. الناس قامت تحكي عليك. اي مو زين حياتي مو زين. تحكي عندي جيبون طاريك يقولون زوجته خانته. اي صحيح ناس هيجي يحكون بالوراء وراك. نعم. فانت قررت ما تبقى. لا ما اقدر يبقى. الله يعوضك ان شاء الله بالاحسن منها. ومو معناها هي هذه زوجه مو صالحه، مو معناها هذا اللي خانتك لا انه كل النساء مثلها. نعم صحيح. لا يعني الامراه الصالحه موجوده يعني تنصدمت بهذه الامراه زوجتك اللي خانتك. لا تحاول تشوف غيرها وتتزوج وتكمل حياتك. والله مستحيل مستحيل مستحيل. انت واحد من هذه الحالات اللي المعنفين. نعم. تزوجت حضرتك اكثر من مره؟ كم مره تزوجت؟ مرتين. نعم. بعدها فشلت هذه العلاقه الزوجيه. نعم. انتهت الى الطلاق. نعم. واحد من الاسباب هذه. نعم. يعني واحد من هاي الاسباب المراه من تريد يعني انا كان عندي فد بنيه
فهاي البنية يعني زوجتي يعني راد من كيفه من كيفه من كيفه تنطي فد واحد يعني واني ما تسند اوافق عليها زوجها لشخص نعم زوجها فهاي الحالة اني ما تسند ارضى بها فهاي هم يدخل على العنف ضد الرجال هاي العنف ضد الرجال نعم يعني فالموضوع مو بموافقتك صار نعم مو موافقتي بس شو اسوي يعني كان يولد العنف ويولد الشجار بيناتنا واني قلت يعني ما تستاهل وصلت العنف والشجار بينكم لا كملت وطلقت طلقت نعم زين يعني كان السبب بنتك نعم أنا ما أرضى لأنه الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة فأنت شفت هذا الشيء من من بنتك؟ لا لأنه كسر كلامي وراد يشتكي علي تشتكي علي فأني رادت حبسك نعم وصلت هذه المرحلة ببنتك نعم فشن الرد كان منك والله الرد شو أسوي لأنه أنا إنسان معروف ذوي الشهداء أنا أخلي أربع شهداء جيد أخلي أربع شهداء ف وإنسان معروف وأستاذ جامعي ما أريد يعني أسوي فد أشياء يعني ما تليق بيك ما تليق بيك فانطيته وقلت هاي وبعد ما حكيت وياه يعني صار له سبع سنوات صار سبع سنوات انت تارك زوجتك و نعم شدوى وهي تزوجت وهاي والحمد لله هسه احسن هيك حالك احسن هيك حالك نعم تحس نفسك مظلوم؟ نعم لانه بس كان عندي هاي البنيه بعدين هيك صار بي واني لحد الان مظلوم يعني انت لحد الان مظلوم؟ اي والله القانون ياخذ لك بظلمك؟ لا القانون بمظلوميتك عفوا؟ لا والله القانون شو يسوي؟ ممكن السبب انت؟ لا هم السبب؟ نعم هم السبب حسيت نفسك انت اضعف منهم؟ أفتهم زين شو تريد تقولها سببتك اللي كسرت كلامك وصارت سبب بخراب هذه العلاقة الزوجية؟ نعم وعلى ضوء هاي الآية الكريمة يعني هي يعني اليوم القيامة هسه هي ما مرتاحة هي يعني نعم انت ما راضي عنها ولا نعم ما راضي عنها